وبلشنا حلقة جديدة من برنامجكم هو وهن على أحلى قناة قناة المحور. يا مساء الهلو ومساء الفل ومساء الياسمين على أحلى مشاهدين وبرضو على أحلى صاحبين نرمين وعمر. هلو هلو، أهلا وسهلا. إزيكم أحلى ناس في العالم، أنا عمر حلمي والنهاردة حلقة ضرب نار، صح نرمين؟ ترندات النهاردة حلقة كلها ترندات، لكن خلوني أمسي على حضراتكم وقعدة ويوم جديد من هو وهن. مش هنرغي بقى مع حضراتكم كتير عشان هنرغي في بقية الحلقة، وزي ما عمر قال هي حلقة النهاردة كلها ضرب نار، حلقة كلها ترندات. نطلع لفاصل ونبدأ أول ضربة نار. لسه مكملين معاكم في هو وهن، يا ترى ايه الترند الجديد؟ هذا الاشي اكيد رح نعرفه هلا خلال فقرتنا هاي اللي انا كثير متحمسه عليها كثير زياده عن اللزوم، لوجود ضيفات تنتين مميزين كثير. يعني في وحده منهم لقبها اشهر حما في مصر، يعني مش عارفه ايش اسم طنط فريولا، معلش مش متعوده على الاسامي هاي. اكيد رحبوا معي في رولين القاسم. مساء الهلو. اهلا، مساء النور، اهلا وسهلا فيك، منورانا اكيد. الله يخليكي، نورك. اهلا بك يا رولين. هاي حبيبتي، مكسرة الدنيا وشهرة ومش عارفة الشهرة عايزة مننا ايه، مش عارفة والله. احنا هنرجع لك، بس يعني خليني اكمل على كلام رند. والسوشيال ميديا زي ما فيها حاجات سلبية فيها اكيد حاجات ايجابية وحاجات حلوة جدا وحاجات دمها خفيف، زي اللي يعني طلعت عينينا من ساعة ما دخلت مش عايزة اقول الاستوديو، القناة قلبت الدنيا، عمالة زودي اشهر فيا اكتر. انا هشهرك، نمعيني منى الزهيري سقفه. اهلا وسهلا فيكم، عن جد كثير مبسوطه لوجودكم واخيرا شفتكم، كنت دائما شايفاكم على السوشيال ميديا والترندات اللي مكسره الدنيا. ورلين يعني احنا هلا صار دمنا واحد، طبعا العرق الاردني بده يطلع بهالحلقه هاي ما فيها. اهلا وسهلا فيكم، اكيد في كثير اسئله. عندنا اسئله بقى كثير جدا، نبدا رولين كبيرة. بصي دي على طول قصف جبهة كبيرة على طول. كبيرة كبيرة في القدر كمان. طبعا طبعا. أيوة. وفي السنة وفي كل حاجة وفي الفلوس كل حاجة أشهر أغنى ست في مصر دلوقتي. إيه يا رولين، إيه بقى اللي أنت عاملاه ده؟ ويعني مكسرة الدنيا وأعلى فيلا وده تمن يعني أعلى حاجة عندي والله. خلينا نقول للناس الترند عشان يعني هو أكيد مصر والوطن العربي كلهم شافوا الترند ده. كان في يعني احدى القرى في الساحل الشمالي بيبيعوا الفلل، وفلل مبالغ باهظه كبيره جدا وزحمه جدا جدا جدا. فرولين حبيبتي برضو طبيعتها والله منزله بوست وبتقول يعني يا جماعه ان انا اقعد اشتغل طول السنه وبعدين عشان اجيب فيلا، صح؟ شو صح يا حبيبتي. يعني ادفع 100 مليون مرتب سنه ادفعه في فيلا، ايه الهيافه دي؟ ايه بقى؟ ما اعرفش حبيبتي ايه بقى؟ ايه اللي حصل؟ الموجه الترند دي وانا هناك لغايه دلوقتي مش عارفه انزل والله. طب خدتي فيلا ولا ايه؟ انا حاسه بالفلوس اصلا، انت شايفه قاعده معاكم ازاي؟ لازم عن جد يعملوا لك هيك سبونسر شيب، حدا يجي يعطيكي فيلا هيك وتسكنينا معاكي. حرام. هو الترند بيصنع نفسه بنفسه على فكره. بس انت ما كنتش قاصد، ما حدش بيكون قاصد على فكره في السوشيال ميديا، مش كده منها ولا ايه؟ عمرك ليه بقى؟ لان صانع المحتوى ده بيشتغل كل يوم، يعني احنا بنعتبر دي شغلانه، انت بالزبط. كل يوم زي ما انت بتنزلي تيجي القناه وبتشتغلي، احنا صناع محتوى بنشتغل كل يوم، بنحمل فيديوهات وبنشير وبنرد على الناس، ودايما في فكر ودايما في تصوير ودايما في فلتر ودايما في موضوع بتتكلمي فيه. اللي بيضرب ده وبيطير ترند مش بتاعنا، ده بتاع ربنا في الاول وفي الاخر. متوقع خالص، يعني انت ممكن تعملي فيديو وانت عملتيه ودخلتي وفعلا تقول لك ايه ده انا عملت الفيديو ودخلت نمته، هو مش دي بتكذب حقيقة. دي حقيقة. هي فعلا بجد هو مش مقصود، بس دي برضو ما تفهميش الناس اللي بتتابع او الناس دي عايزه ايه. او ممكن حد يعمل فيديو يبقى ممكن في يوم اعمل فيديو اقول ده هيكسر الدنيا، ما يجيبش حاجه خالص. يعني انا الفيديو ده كنت بعمله وانا لابسه الشبشب في رجلي وخلاص العربيه ماشيه مخلصه الصيف بتاعي ومخلصه فلوسي وكل حاجه، عملته وركبت عربيتي ومشيت. انه يطير بالطريقه دي لا،
تبقي عامله حاجات تانية فيها شغل بقى وعامله كاركتر ولا تعمل حاجه. في انا لاحظت انه صار بمجتمعاتنا بدوروا على الشيء البسيط والحقيقي اكثر، يعني كل ما تكوني انت حقيقيه اكثر ويطلع معاكي شيء هيك سبونتينيوس خلينا نقول اكثر، كل ما بيضرب اكثر سبحان الله الناس بتحس فيه. فهذا شيء اظني اساس نجاحكم، يعني انتم حتى هلا بطريقي اول مره يمكن بتعرف عليكم شخصي حسيت بالقرب وحسيت انه بعرفكم من زمان، انه خلص اخذنا على بعض بسرعه وهذا شيء جدا مهم. طب معلش بس بدي اسالها كمان سؤال محيرني من زمان، شو سر او شو سر لقب اشهر حما في مصر؟ اوكي انا من 5 سنين، شوفي كيف قلبت معي الدم بيحن برضه سبحان الله. من 5 سنين عملت مع واحده صاحبتي ممثله زيي وصاحبه عمري، عملنا صفحه على الفيسبوك اسمها شاهد قبل الحذف، عاملين فيها فيديوهات وسكتشات، برضو كنا قاعدين قاعده كده بنهزر وهي مرات ابني وانا حماتها. الفيديو طار لغايه درجه ان الصفحه نجت ما بقاش عارفه رشا وحماتي رشا وحماتها رشا وحماتها انا حماتها طنط فريولا دي بتحبيني بعشقك بعشقك. بصي كنت بقعد استنى الفيديوز بتاعتكم خطيره. كان ايه شريف خطير. ابني صح طروقه طروقه مصر كلها عايزه تشوف طروقه. هي لمست مع الناس لان الحما موجوده في كل بيت عربي افرنجي حقيقي. مصري بتاع موجوده وحكايتها موجوده، فطول الوقت في حاجه بتحصل بين الحما ومرات الابن. دي حقيقة. عملنا فيديو طار فايرل واحنا مش عارفين يعني ايه فايرل اصلا، احنا كنا اول ناس نعمل محتوى فيديو ديجيتال على الفيسبوك، قلنا اول فيديو يطير فالناس كانت فاكراه بجد، الناس افتكرته حقيقي. أيوة. فقلنا طب نعمل صفحه وبقينا بنسجل طول الوقت وبنصور وبنحطه على الصفحه، وابتدى الموضوع يشتهر والناس تحبه ويبقى في تفاعل الدنيا اكتر ما شاء الله الحمد عليك. لله ما شاء الله. منى انت بقى ايه ملكه الترندات هم بيقولوا عليه بيطلقوا عليها كده ملكه الترندات، احكي لي الموضوع بدا معاكي ازاي وامتى واحكي لي كل حاجه. والله بصي هقول لك، هو انا كنت عايزه امثل قوي يعني كان جاي معايا، بس انا فيها مشكله كبيره قوي، ما بحبش حد فوق مني في اي حاجه ريس يعني يعني مش عايزه مخرج انا بحبش حد فوق مني تشتغلي ايه وما بحبش حد اللي هو ايه. ولما جيت اجرب اول مره خالص عشان اروح امثل فاخدت الطريق اللي هو بتاع روح كاستنج ومش عارف ايه، ورحت اتعمل لي دبل كاستنج مع شخص وخدوها هي، خدوا البنت مش عشان هي شاطره بس خدوها عشان في وساطه. اوكي. فانا اليوم ده نزلت بقى من المكتب ده وانا كنت اصلا قايله لبابا في التليفون انا يا بابا ده انا هروح واخد الدور وهمثل انا بطله خلاص يا بابا دلوقتي، وخدت الموضوع بقى ان انا ايه خدت الموضوع على نفسي قوي، طب والله بقى انا هتشهر بقى من غير بقى من غير. فابتديت اعمل الفيديوز بتاعتي على كانت كل الناس يعني عامه بتقول لي يا منى ما تحاولي تعملي الحاجات اللي انت بتقوليها لنا دي اعمليها على النت يعني. فابتديت اعملها على الفيسبوك وانتشرت جدا جدا. كان على بمناسبه او اكتر فيديو انتشر لي في زمان يعني كان فيديو كان اسمه الحما المصريه، هو كان فيديو كده لان هو كان عباره عن فيديو ان انا بتكلم عن ست هي عمرها ما بيعجبها حاجه، هو انت حامل ايه ده مش حامل ليه مش حامل حملتي ما بحبش الحمل في سن صغيره تمام. فاللي هو كنت بريليت بقى كل الحاجات اللي انا بشوفها او سواء شخصيات بشوفها في الشارع سواء بعملها فيديوهات. وبعد كده ابتديت ان انا بقى اعمل بقيت على الانستجرام بعمل حاجه اسمها اسك بسال إن بخلي الناس تسالني اسئله بقيت اجاوب عليها. ايش اغرب الاسئله اللي انسالتيها او انبعتت لك؟ لو بتردي بطريقه برضو انت لا تردي دلوقتي برضو بالطريقه اللي انا بجد يعني بحس انها يترد عليها كده يعني. مثلا بتجيلي سؤال مثلا من اغرب الاسئله يعني واحده تقولي مثلا انا اتخطبت الواحد، انا فاكره السؤال ده كويس قوي، انا اتخطبت الواحد ولما نزلنا مع بعض في اول يوم انا حسبته على الاكل اللي احنا اكلناه هل ده بخيل؟ فانت بتسالي لو انت لسه بتسالي حضرتك قوي ده انت بكحه قوي يعني هو انت بتسالي هل ده بخيل؟ لا بخيل جدا طبعا. فمثلا تجي لي اسئله مثلا طبعا الاسئله بقى بتاعت ايه فقره المعنفات اللي هي مثلا تلاقيها تقول لك ايه من انا جوزي بيضربني كل يوم ورغم ذلك بحبه. طب يعني انت عايزاني اجي اقفلك يعني ولا انا اعمل ايه؟ مثلا لا اسئله كتير طبعا كلها للاسف بتبقى بتخليني كده اللي هو انا ايه
بيجي لي حاله كده من اللي هو طب انتوا عايزيني اجاوبكم ولا اهزر معاكم ولا نسقف ولا اتصل بالشرطه يعني حاجات بقى احلى مرات بيسالوا اسئله انا ان مجاوبه حالها بحالها زي بالزبط. ما بيقولوا بالظبط. لا يعني خلاص يا انت مستنيه ايه يعني بالزبط. انت مستنيه ايه تاني بالظبط يعني قتلك بقى او مثلا بجد بتجي لي اسئله بقى دي بتستفزني اللي هي مثلا تقوم جايه تقول لي انا جوزي طيب معايا وحنين جدا والحمد لله وبتاع بس انا حاسه ان في حاجه غلط فانت نكد بقى مفيهاش حاجة حاسه ان في حاجة غلط ما العملية ماشية تمام لازم يبقى في حاجة في رجالة بتسألك في رجالة بتدخل تسألك بس هقولك على حاجة ان انا في رجالة كتير جدا بتسألني بيخشوا يسألوني بجد وبصدق انا بحترم جدا ده منا مثلا انا مرتبط بواحدة وانا معرفش هما بيسألوني على ايه كنت نفعت نفسي يعني معرفش جايبين الثقة دي فيا منين انا كنت مرتبط بواحدة مثلا ومش عارف ايه وخنتها مثلا وانا حاليا هي سابتني ومش عارف ايه ما بردش عليهم ما بردش ليه قولي لي ليه ليه بقى ليه عشان انا لو مكانه من لو مكانها هتسيبيه هسيبه صح يا حرام ما هتعكسك خد خاين هرد عليك ليه جاي لي دلوقتي محدش بيجي قبل العرف كلكم بتيجوا بعد العرف طب بجد انا عايزه اسالكم بقى يعني ايه كلنا وهسال نفسي هل لو الراجل خان مراته مره انت طبعا لسه صغننه ما لا معرفش ما خلاص انت الرجاله كلها لو الراجل رولين لو الراجل خان مراته او خطيبته او يعني السيده اللي هو مرتبط بيها تسامحه وتعدي له ولا لا ما تعدلوش بتسامح سامحي وتعدي نزوة زلة بيقول لك اصيله اصيله في الكنترول بيقول لك اصيله الكاميرا على منا كاميرا على منا ما تصدقيش لازم والله لازم ما تصدقيش عشان الحياه لو ما فيهاش تسامح اصلا وغفران وعشم وعطاء اذا في ولاد بيختلف الموضوع ولو ما فيش والنبي يا رند لا والنبي يا رند لا وشك طيب اصلا يعني لا انت انا ما انت كل شيء عندي اوكي الخيانه لا لانه اختيار بس في ناس يعني بتضعف في لحظه ضعف في لحظه بس حاشا حاله وهو هيخلص دقايق 10 دقايق ما هو ماذا لو عدم اعتذر يعني خلاص هو عرف غلطته وانا غلطت انا بحبك يا رولين بس انا عايزه بس الناس تهدى شويه لان احنا مش ملائكه لو كل حاجه هتقفي فيها في اي علاقه مع زميل في الشغل مع صاحبتك مع قريبتك مع جوزك او الراجل اللي انت معاه وقفتوا لبعض بالوحده الدنيا مش هتمشي احنا كلنا عندنا نقط ضعف وعندنا لحظات بنقع فيها بنقف لو في حب هو ده اللي هيخليك تكملي طب منا طبعا انت قلتي لا لا احكي لي لا ليش فشلي قلبي فشلي قلبك فشلي كل حاجه انا عايزاها هقول لك حاجه انا في مره سالت بابايا السؤال ده بجد سالته قلت له يا بابا هو لو مثلا انت خنت ماما وماشي هو عمره ما كان هيقول لي بس هو انا متاكد ان بابا ما خانش ماما بس قلت له انت ترضى ماما تسامحك فقال لي لا لان هي لو خانتني انا مش هسامحها صح فانا بشوف انه معلش بقى في مجتمعاتنا عامه العربيه هو عادي هو يخون والست لا بقى لو خنت مش هتبقى خيانه بشعه يعني هتبقى بشعه بس احنا بنسامح بس ما بننساش ما بتنسيش هي بتبقى معلمه بصوا يا جماعه الخيانه ممكن الواحد يسامح ممكن انا بقول ممكن لكن انا بالنسبه لي انا كنت بسامح لكن دلوقتي خلاص عدى ولا الزمن مره كان في زي برضه شيء انشهر على التيك توك وانستغرام لستيف هارفي اوكي كان عم بحكي على قصه انه المسامحه وبرضه نفس الشيء اوبرا وينفري مره حكت هذا الشيء بقول لك اذا انت مشيتي موضوع بس انت ما كنت مسامحه من جوا مسامحه حالك مسامحه الشخص هاي مش مسامحه لانه رح تطلعي فيه الوجع بطريقه ثانيه بالشخص عشان هيك بحكي انا الشيء اللي بوجعني وانا مش راضيه عنه انا ما رح اسامح فيه مش عشاني انا لئيمه ومش عشاني انا مش منيحه بس مرات في اشياء بتعلم كثير جواتنا بتغير البني ادم لسنين قدام بس هو ما فيش راجل مش خاين هو بس في راجل عبيط تتقفش بالاخر يعني عشان يكون واضحين يا رب والنبي فيديو بقى عن الخيانه والحاجات دي يعني. انت تعرفي حاجه ومش عارفه ازاي تخبيها عليا جوزي عامل شكلك كده شكلكم عارفين حاجه اللي كانت طريقنا ان شاء الله طب بدي اسالك سؤال ايش اخر ترند لكم الاثنين بليز هذا السؤال ايش اخر ترند تبعتوه بما انه انتم كمان انفلونسرز تابعنا انا مش عارفه اتابع غير الترند بتاعي ما عنديش وقت بصراحه ما عنديش خالص في الطرف
ما يعني لسه ما مغرورة شفتش مغرورة قوي على خفيف بفلوسي 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 يعني ما عندي مش عارفه الاقي حاجه تانية. هما لسه بيكتبوا وهو الموضوع خلاص خلص يعني. انت الترند في مصر بيقعد ايه يومين بالكتير يومين بالكتير خلاص انت بتزهقي يعني. انا ابتدى لسه ناس تبعت لي صحفيين وبيبعتوا لي حاجات فاللي هو يا جماعه خلاص بقى يعني انا زهقت انا بشتغل الناس الناس طب ناوي على الترند الجديد ايه؟ لا ما دي بقى بتاعت ربنا. انت فعلا ما بقولش بتشتغلي تحطي مجهود وفكر في فيديو وما يعملش اي حاجه وحاجه ثانيه تعمليها ربنا سبحان الله اراد. دورلين ايش الاخر ترند انت شفتيه؟ والله انا عايزه اقول لك ما اضحكش عليكي ما بتتفرجش اوعي تسالي حد بيصنع محتوى عن احنا مش فاضيين يا جماعه والله. طب ليش طب هو هلا في يوجوالي بيكون الناس بالعكس بتحب تشوف فلانه شو عملت فلان شو عمل. انتم ما عندكم هذا ما بنعرفش مش مهتمين الحقيقه يمكن هذا هو سبب نجاحكم انه انتم ما عم بتحاولوا تكونوا زي غيركم او المنافسه. طب لا ولا سبب نجاح ولا بس احنا ما بن... ما هقول لك على حاجه مش وقت. انت يومك يعني كاي حد على السوشيال ميديا عامه هو يومه بيبقى اللي هو يا اما هو بيصنع محتوى عامه او لو عنده شغل عنده شغل فبيشتغل وبيوفق ما بين الشغل وما بين المحتوى بتاعه فما بيبقاش مركز ولا متابع فلانات بيعملوا ايه او فلانات بيعملوا. خلي بالك زينا احنا مثلا كمذيعات انت لو جيتي اتسالتي على زميله في قناه تانية هتقولي انا والله ومش مش مش بتتمنظري ولا غرور بس فعلا ما عندناش وقت نتابعهم. لكن انت مركزه في شغلك مركزه في نفسك في المحتوى اللي بتقدميه في الناس اللي بتتواصلي معاهم وتردي عليهم. لا بنتعب بنتعب طبعا. طب خليني اسالك كارولين بقى اما بتيجي تعملي فيديو بتكتبي سكريبت يعني بيبقى فيه سكريبت زي ده كده بتقعدي انت تكتبي وبتعملي بروفا ولا بتبقى حاجات كلها ارتجاليه وفكره بتجيلك فبتقومي يلا بتعملي؟ لا انا ست بتاعت ارتجال فقط لا غير. حتى شغلي مع عبير في شاهد قبل الحذف صفحتنا ارتجال. عملنا مسلسل في اون عملنا نجوم اف ام مسلسل كله ارتجال مفيش سكريبت مفيش لاين مكتوب فعلا. لا احنا بتوع الارتجال بس ما اعرفش احلى هي بتطلع كده انما يعني هي دي موهبه اعتبريها او ملكه. في ناس بتحب تكتب وتبقى بروفيشنال اكتر وتظبط اللقطه وتعيد وتزيد انا على الله. وانت يا من هي بصي في بصراحه في يعني زمان قوي كنت كل حاجه كانت بتبقى انسبنتينيوس بشكل كده بس ما بقاش دلوقتي في سكريبت لاني انا ما اقدرش اقعد اكتب سكريبت ماليش خلق. بس بتبقى هقول لك ايه اللي هو على الاقل انا حاطه اللاين الرئيسيه اللي انا هتكلم نفسها. اللي انا هتكلم فيها وعلى فكره بتظبط لانه بتبقى واقعيه اكتر حساها بالظبط بتظبط. انا عندي سؤال اوكي هلا احنا بني ادمين عندنا نفسيه مره بتكون نفسيتنا فوق مره بتكون نفسيتنا تحت. هل انتوا كل يوم لازم تعملوا كونتنت وتنزلوه؟ لما تكون نفسيتكم مش منيحه كيف قادرين انتم تعملوا مثلا شغله تضحك الناس او تصير ترند او ممكن يكون محتوى كمان سيريس بس هل عندكم النفسيه انه كل يوم لازم يكون يعني هذا سبب من نجاح السوشيال ميديا لازم كل يوم تنزلوا بوست معينه؟ بالنسبه لي انا هو يعني نوع من انواع الريليف يعني انا بحب هالشغله بحب اعملها ده باشن شغف فانت مش مضطره انت بتعملي ده عشان انت موجوده عشان بتحبي الناس وناس بيحبوكي مستنين منك محتاجه الفيدباك الحلو منهم البوزيتيف منهم فانت بتعملي ده. بس ما حدش جابرني زي ما قلتي ما فيش مدير فوق راسك بيقول لك في ديدلاين اعملي وما تعمليش. هي اتس اول اب تو يو. فكره صانع المحتوى المتلقي دي شالت البارير بينك وبين المتلقي. ما فيش منتج ما فيش شركه وراكي ما فيش مدير ما فيش زميل انت بتطلعي بمصداقيتك اللي جواك للجمهور والجمهور بيرد عليك على طول بيبصيلك الكورة بطريقة يا هيحبوك يا مش هيحبوك يا هتبقي لايكاتك عالية ومشاهداتك عالية يا هتقفي مطرح ما مش شرط برضه يكونوا بيحبوكي وتكون لايكاتك عاليه يعني ممكن تبقى لايكاتك عاليه والناس ما بيحبوكيش لا انا بس ده بقى خليني اقول لك ده الترند السلبي. بصي بقى انا بشوف حاجه على صفحات يعني المشاهير اللي زي حضراتكم والفنانين ان مثلا هم الفنانين وانتم ما بتردوش على كل الكومنتس اللي موجود بس واحد بقى يدخل يغلط ويقلق في ادبه عشان يستفزك وبلاقي ان الفنانين وفعلا والناس بيردوا عليه فيقول لك بعد ما بيرد يقول لك والله يا فنان ده انا بحبك قوي وبحبك قوي. حد مشهور ما بيشوفش رساله بتجيله سواء كان فنان نجم
ما فيش حد بيشوف، كله بيهمه راي الناس طبعا، يعني هم اللي عملوا هو بيعمل كده. هو بياخد للاسف الشديد، واغلب هي طبعا ممثله وعارفه، هو اللي بيتخذ طريقه تمثيل او كده، هو بيستمد طاقته وبتاع من حب الناس ليه. طبعا والسوشيال ميديا كده، يا ميديا كده. هو مؤخرا بقينا السوشيال ميديا اللي هو ايه، بقت هي الترمومتر عشان الدنيا اتغيرت. عشان الدنيا اتغيرت فالسوشيال ميديا كده، فانا بستمد. انا هقول لك على حاجه، انا لما بيتحط حاجه مثلا ساعات في انا ده لسه موقف حصل لي الاسبوع اللي فات، في بيتجات بتاخد الصور مثلا تقول لك ايه رايكم في منى زهير. انا ما اعرفش بصراحه، هل انا صلصه مثلا، هل انا نوع اكل منتج مشاهداتهم على قفاها يعني. عشان انت ناجحه، ايه رايكم في منى زهير؟ فشوف الكومنتات، الكلمه الوحشه بجد حرفيا هي مش بتنيمني. ده مش بتضايق. انا لازم اطلع واقول انه ده عادي واحنا بنتلقى. بتزعلي لما بتلاقي كومنت سلبي؟ بزعل وبزعل بتردي عليه احيانا، برد. واحيانا للاسف انت لما بتقري حاجه زي كده بتلاقي الكلام ده بيبقى قاسي لدرجه انه بيوجعك زي الضرب يعني. بيوجع ومؤلم، لانك مثلا بتلاقي بقى ايه، سم قوي، دمها تقيل، ما عندهاش قبول، مش عارف ايه. مع ان انا مثلا انا عمري في حياتي، حتى الناس اللي الكل مجتمع عليها ان الناس دي دمها تقيل او مش كويسه او بتاع، عمري ما دخلت كتبت ان حد دمه تقيل. انا بشوف ان الناس دي احنا بنسميهم اعداء النجاح يعني. هم الناس دي، وبعدين انا بقى عايزه اوجه لهم رساله لاعداء النجاح دول، ان انتوا يا جماعه ممكن كلمه يعني هي منا بتقولك انا ممكن حرفين ما تعرفش تنام، فيعني ملهاش لازمه الكلمه الوحشه. وخلي بالك هما بيكتبوا كلمه وحشه عشان انت تدخلي تردي عليهم، بعد ما تردي عليهم ده احنا بنحبك والله. مع انه بكبسه واحده بيقدروا يعملوا انفولو وانا ما يتابعوكي، بس هم بيكونوا عاملين لك فولو اب بيشتموكي بنفس الوقت. بالظبط. فانا مرات بتتابعني ليه؟ ما تقريش بقى يعني. انا جات لي فتره من الفترات فعلا ما تقريش، ما كنتش خلاص، انا مش بقرا خالص، بس احيانا بتقع يعني. احيانا طبعا لحظه الترند بقى يعني، لحظه الترند دي بتقع قدامك، اللي هو ايه كلام مثلا زي، او مثلا في ناس كتير بتعتقد ان احنا أصلاً مشهورة فأنا غنية أوي، معايا فلوس، يوهو كل الناس بتعتقد مذيعين فمعاهم بقى إيه كل حاجة بالنسبة لي، أنا قاعدة معاك وادي وبفلوسي بفلوس كده. فتلاقي الكومنت كده، ما أنتوا بتشروهم وبتخلوهم معاهم فلوس على قفانا. دي حاجة سخيفة أوي أوي أوي. طيب احنا اكيد لسه مكملين معاكوا وعندنا حاجات كتير، وانت عايزه اتكلم معاكي عن خطيبك والشخص. خطيبي انت؟ لا انا مش مخطوبه. انت عايزه ايه؟ اللي تقدم لها، اللي تقدم لها يعني. مش خطيبك، اللي تقدم. طولنا عليكي، هي فعل كويس ان شاء الله. بس ايوه فعل حلو والله. نطلع لفاصل ولسه اكيد مكملين مع منا ورولين بعد الفاصل. كل سنة بيكون في ترند جديد للميك اب، والصيف معروف انه بيجي بالوانه الفريحية والمبهجة، واكيد اكيد هالشي بيعني انه في ترند معين للميك اب بصيف 2022. لنعرف اكثر عن هذا الموضوع معانا خبيرة التجميل الكيوت جدا جدا جدا، سلمى مجدي. مساء الهلو يا سلمى. مساء النور. كيف حالك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ تمام؟ الحمد لله. متوترة؟ لا خالص. لا خالص، مو الجمال ده ما يصحش يتوتر. امورك تمام؟ الحمد لله. شو خبرينا؟ ايش عامل الصيف والترند؟ صيف بقى الميك اب، صيفه جماله والوانه الحلوه. يعني الصيف طبعا السنه دي الالوان فيه ترندي جدا، بدايه من الكالر هيك لابساه، الاورنج، الجرين، البينك، اللي هو الالوان الساطعه وبيتلبسوا مع بعض. يعني ممكن اللون زي حضرتك لابساه البينك يتلبس مع الاورنج، بيعملوا مع بعض كونتراست تحفه. الجرين برضو بيتلبس مع الازرق. أوكي. وده اكيد بيدي ريفلكشن على الميك اب، يعني بيخلي الميك اب يعني الوانه متقاربه من المود بتاع اللبس. من الحاجات الترند جدا في الميك اب السنه دي في الصيف الكحل الازرق. جوه العين ولا بره العين؟ جوه بقى وفي العين وبره في اي مكان. على الخدود كمان يمكن. لا مش للدرجه. كمان الاي شادوز بتبقى كلها الالوان اللي هي مديه لون البيتش شويه. برضو لون الروج برضو مايل كله على السيمونات يا اما البينكات، بس البينك في الروج مش ترندي قوي قد ما اللون اللي هو الترندي جدا، اللون اللي هو بيبقى سيمون شويه وداخل فيه نسبه بني خفيف كده. اوكي. الالوان دي طالعه حلوه قوي لان كلها بيزك
وبتليق مع كل الالوان بتاعه اللبس الجديده الترندي جدا، بتدي شكل مفرح جدا ومبهج للبشره وللوش وطله العين. كمان الهايلايتر في الصيف بنميل اكتر للهايلايتر المايل على الجولد. اوكي مش السيلفر. لا مش السيلفر. أوكي. السيلفر يعني بيبقى اكتر للويدنج للحفلات كده الاعراس هاي. طب هلا عشان انا كثير في عندي اسئله وما رح اسكت ولا دقيقه بهاي السيجمنت. بدي بس تخبرينا اول شيء، هاي منا، منا طبعا هي الموديل اللي رح تعمل عليها سلمى الميك اب، ايش رح تعملي بالضبط على منا يا سلمى؟ اول حاجه عايزين نعمل التحديدات بتاعه الهايلايتر. السؤال ده بنساله كتير قوي. البنات كلها بتسأله لأنها بيبقى ده حاجة ديلي بيستخدموها كل يوم. الهايلايتر، تقسيمات الوش، كل البنات شايفة أن مناخيرها كبيرة جدا وأنها محتاجة تعمل كونتورينج فظيع، فهنا عايزين نوريهم إزاي يعملوا كونتورينج بطريقة بسيطة. أوكي. وإزاي نستخدم الهايلايتر بطريقة حلوة ويكون مناسب للصيف اللي إحنا فيه. أوكي. هوريهم برضو إزاي هنرسم العين من تحت بالآيشادو بطريقة بسيطة. وإزاي نحط مسكارا من تحت، يعني هوريهم كذا حاجة. طب يلا خلينا نبلش يبقى. أوكي. وإنتي عم تشتغلي رح أسألك أسئلة، بس هيك خبرينا برضو خلال حديثنا إيش عم تعملي بالضبط على منا عشان كمان المشاهدين يشوفوا الخطوات ويطبقوها على حالهم. أكيد الصبايا والأنسات والسيدات الجميلات اللي عم بيشاهدونا في هو وهن، ايش رح تعملي اول شيء؟ اول حاجه هنعمل بنحط الهايلايتر على المناخير. اوكي. وهناخد اللون الجولد شويه. اوكي. وبيبقى ليه فرشه، دي شكل الفرشه بتاعته. في بنات بقى عندها فرشه، في بنات ما عندهاش فرشه. باصابعها بتقدر تحطها صح؟ عادي اهو كده. ايوه حطي بالظبط عشان الناس اللي ما عندهاش فرشه تعرف. لو انا ما عنديش فرشه. لو انا عندي فرشه هجيب دي بتبقى في كل الاماكن، وهاخد درجه تكون مناسبه ليا. بس الفرشه ميزتها انها هتحط اكتر، يعني الكميه بتاعتها هتبقى اكتر مظبوطه ومش هيبقى فيها زيادات. اوكي. غير الصباع، يعني لما بحط بصباعي هياخد كميه مش مظبوطه، وفي نفس الوقت رح تلاقي مكان اكتر من مكان. بس انا بتكلم على البنات. البنات كلها يعني بتحاول ما تجيبش فرش. طب بدي اسالك، الترند تاع الميك اب لصيف 2022 هل هو بسيط ولا بسيط؟ يعني بسيط. ما احنا كيف عم نحكي بسيط والالوان صارخه؟ انا هذا الشيء اللي هي الالوان صارخه قوي، فعايزه حاجه بسيطه. أوكي. عشان تبين جمالها يعني. أوكي. لو احنا بنتابع النجمات المشهورين هنشوف ان الميك اب بتاعهم كله زي ما بقول لك كده، حتى الاي ليشز مش كبيره قوي. اوكي. الالوان بسيطه علشان بيبقى هي اصلا لابسه حاجات فلاورز واوف شولدر وحاجات روشه ولذيذه. في نفس الوقت عايزه ميك اب يبينها سيمبل. اوكي. هتكتر قوي في اللوك بتاع عينها هتبقى مش لايقه على لبسها. يعني اذا بدها مثلا تغير شوي بالميك اب تستخدم خلينا نحكي الاي لاينر الملون او الاي لاينر الملون. هو الازرق ترند جدا. الازرق اللي هو مش الكحلي اللي هو يعني في انا لون بحبه بس ما بعرفش اسمه مبدئيا. لون حلو كده بيبقى مبهج، مش بيبقى غامق، يعني مش مايل لا غامق ولا مش فاتح، مش دارك بلو. بيكون بتحسي هيك زي كانه نيون بلو صح؟ دي الاماكن اللي بنحط فيها الهايلايتر زي ما قلنا عند المناخير، في الجبهه بالنص، بتديني اضاءه في البشره في الوش. اوكي. دي اماكن الاضاءه. ودايما عايزه تظبطي الهايلايتر ابتسم، يعني اضحكي كده. اضحكي يا منى. ايوه اضحكي. كل ما ضحكتي كل ما الهايلايتر جه في اماكن مظبوطه اكتر. والهايلايتر بيظبط احطه خلال النهار وبالليل سلمى؟ في بالنهار وفي بالليل، بس في النهار بنميل للجولد اكتر. أوكي. بالليل ممكن بقى الابيض سنه السيلفر شويه. وبنحطه بنفس الطريقه على الاماكن نفس اللي انت الطريقه. دي اضاءات في البشره. وممكن اصلا اكتفي وانا نازله في النهار مثلا ببلاشر خفيف، هايلايتر خفيف، ماسكرا، مش لازم احط فول ميك اب الصبح اصلا. طيب وبالنسبه للروج، يعني هل الروج زي اللون اللي انا حطاه المطفي ولا فيه لمعه؟ لا السنه دي جلاسي موضه جدا. بس انا النهارده عامله لها اللوك بتاعها مات. أوكي. يعني عشان هو ماشي مع اللبس بتاعها. بس في يعني في ناس بتحب المات وفي ناس بتحب الجلوسي، بس طبعا شور السنه دي الجلوسي هو الموضه. الجلوسي هو بس مش كل الناس بتحبه. هو مرات لانه اذا بتعرفي مع الهواء بيجي كمان الشعر على البق بيلزق. ما هي انا عشان هيك بحبه. بس هو في حاجه في الليب جلوس لما بيكون بيلمع قوي
بيدي اكسترا فوليوم لللبس. صح مظبوط. فالبنت لو هي عايزه تدي شكل ان هي شفايفها اكبر شويه فتحط ليب جلوس يكون جلوسي فوق يعني اللون اللي هي حاطاه. اوكي فوق الروج. وكمان بيعمل ثبات اعلى وبيعمل نسبه ترطيب عاليه جدا في الشفايف. واحنا بحاجه للترطيب اكيد كلنا محتاجين. يا سلمى. طيب بدي اسالك كمان بالنسبه كملي انت كملي. بيبقى عندنا في الباليت مثلا بتاعت الاي شادو الوان كتير. اوكي. بنختار اللون الانسب لينا. اللون الترندي اكتر لون ترندي في الايام اللي احنا فيها دي اللون ده. اوكي. ده جدا ترندي مع ده بيتحطوا ماكس يعني هو بيتش وشي على بينك شويه اكتر. اوكي. إيه لو انا بقى ناتشرال اكتر وصبح وكده بحط الالوان البينكات. اه والله البينك فيه منه بينك يعني بينك. بس هو ما بيبقاش بينك كده في الحقيقه يعني. أوكي. وده برضه على حسب لون البشره يعني لو انا روزي بيضه هحط بالالوان دي لو أوكي. انا مثلا مش بيضه قوي برونزر شويه هحط من الالوان دي. والتاند ايش بي ما هو هم عاملين بيبقى فيه التاند بقى بتحط من ده. اوكي الوان ترابيه شويه الاثنين مع بعض عشان يبان. اوكي بس لو تاند قوي وحطت بينك قوي هتبقى كونتراست لان البينك بيبقى ماشي اكتر مع البشره البيضاء. اوكي كتير حلو خلينا نشتغل ونحكي اللون اللي هو اللون اللي هو الهايلايتر اللي هو هنا ده بيتحط على التشيكس. اوكي ممكن على الخدود. كده. طب بدي اسالك كمان بما انك انت عم يور ابلاينج او عم بتحطي البلاشر بدي اسالك عن موضه الحواجب هاي السنه يعني انا عم لاحظه انه كلياتهم عم بيروحوا للحواجب الطبيعيه اكثر بتعرفي اجت موضه قبل طبعاً. التاتو والمايكرو بليدنج بس اغلب الناس صار هلا الحاجب كل ما يكون معفشك كل ما يكون ترندي اكثر صح؟ حواليكي ازاي هنعمله كده رح تعمليه كمان طب خلص بيرفكت طبعا احنا عايزين نشوف هنا الفرشه بتاعه البلاشر بتكون واخده ميل اوكي وكبيره ميل. بتكون وكبيره أوكي. كبيره عشان توزع على أوكي. منطقه الخد كامله وبنمسكها كده زي أوكي. يعني بنفس شكل الخد بتاعنا من تحت لفوق يعني كده فبتديني رسمه الخد شكلها حلو قوي هلا في كمان البلاشر ليكويد عم بيكون زي لبستك هيك في بلاشر ليكويد بس في بنات بتحطه قبل الفاونديشن انا في وجهه نظري ان هو بيكلكع اوكي بيبقى الفينشنج بتاعه مش حلو أوكي. يعني بعد ما بيجي عليه الفاونديشن اما بيغطيه اما بيخلي الطبقه اللي على البشره تخينه أوكي. فبفضل اكتر البلاشر الكريمي يكون لو انا نازله في النهار من غير فاونديشن أوكي. مع هايلايتر كريمي بيبقى تحفه او مثلا في هايلايتر زي ده كده يعني برضو عايزه اقول لهم ده بيبقى زي في تيوب كده وبيبقى ليكويد اصلا أوكي. ده بيتحط برضو للبشره اللي هي مش حاطه فاونديشن بيبقى كويس هلا مع هاي اوكي عايزه لو انا عايزه اعمل كونتورنج بقى برضو ممكن من البلاشر انا بعمل حاجات سهله البنات تقدر تعملها في البيت اللي هي البسيطه يعني مش محتاجه تروح لميك اب يعني طب خلينا اي باليت بيبقى بتاعت بلاشر بيبقى فيها كل الدرجات اوكي فبناخد الدرجه اللي هي زي دي مثلا اللي هي ميديوم اوكي وبنعمل براحه مش كتير مش بناخد منها كتير اوكي وبنروح جايين من عند الحاجب اوكي واخدين كده بننزل زي بنرسم كده ونسحبها مع رسمه العين هذا كونتور للمناخير كونتورنج سمبل جدا وفي وقت قصير جدا وبيطلع لي نتيجه حلوه قوي لو انا مناخيري طويله من قدام شوية عايزة أقصرها بروح عاملها من قدام كده عند الأرنبة أقصرها أوكي. يعني مش أعمل بقى خطين مش أعمل خط يمين وخط شمال وأسيب تحت هيديني طول أكتر لا لازم أعملها من هنا كده بحيث تبقى شكلها حلو أنا تقصري مدى المنخار فيها بالزبط. طيب الحواجب بالضبط جاي أحكي لك الحواجب بقى في الصابونة أو الجل صح؟ دي بتبقى جل او صابونه بتبقى اسمها سوب البرو بتبقى بتتبل بالميه وبنعملها كده بالفرشه بتاعت الحاجب عادي وبنتني الفرشه يعني اي فرشه بتبقى كده بنروح تانيينها اوكي عشان تبقى سهله معانا ونعملها في السوب اوكي وبعد كده بنروح مسرحين الحاجب فالشعر نفسه بيروح واخد يعني متسرح لفوق وبياخد دايركت واي لفوق كده اوكي وبيدي شكل ان هو طبيعي ومش مترتب هاي ونسبه ثباتها عاليه يعني بتطول طبعا. وهي لو انا حطيت ميه بشكل مظبوط وحطيت كميه مناسبه من السوب في الفرشه بعد ما بخلصها في بنات مش عارفه ازاي انها تثبت هقول لهم ازاي بعد ما نخلصها بعد ما عملنا بالفرشه كده وحطينا السوب وبليناها طبعا بايديها بصباعها لازم تروح لازقه الشعر كده أوكي. هي نفسها تروح لازقاه كده اوكي
عشان هي لو ما عملتش ستيك ليه كده بيرجع شويه. اوكي. لكن هي بتروح لازقاه فبيلزق الجلد نفسه بالظبط. اوكي. بيفضل ثابت جدا. طب ما انك عم تشتغلي على جهات العينين خلينا نحكي والحواجب، بدي اسالك على الاي لاينر، هل يعني بتعرفي اكثر شيء بياخذ وقت بالميك اب هو الاي لاينر؟ يعني انا واحده من الناس ممكن اضبط الجهه ما اضبطش الجهه الثانيه. ما هو هنظبطها ازاي؟ ان احنا نبدا الاي لاينر، ممكن نشوفها على الموديل غمض، ان احنا بنبداه من طرف العين من فوق من عند بدايه الرمش من هنا. أوكي. وبتسحبي لفوق. لكن فتحي كده، ما نعملش بقى الحركه دي اللي هي ان احنا نبص لفوق ونبتدي من بدايه العين من هنا. لا. اوكي. هيبتدي بقى هيتخن قوي ويطول قوي. هي دي غلطتي يا سلمى. لازم نبدا من عند طرف الرمش مش من عند طرف العين. اوكي، من فوق الرمش الفوقاني. لو انا بقى عايزه ارسم رسمه حلوه وكده، الاول احط الايلاينر من عند طرف الرمش، بعد كده احط الكحل من جوه العين، وابتدي بقى عايزه يعني ازود في الجناب ازود. أوكي. لكن ما ابتديهاش بالايلاينر يبقى مش مظبوط. وهل في مثلا بتعرفي اجت فتره الكات ايز بتكون الكات ايز بتبقى عاليه قوي من فوق ومش مرسومه بالكامل على الجف، يعني تتاخد بس على الطرف. بس على الطرف. في كمان هاي اجت الموضه اللي من جوا بيدخلوا الايلاينر، يعني بسحبوا هيك. دي كانت ترند في الشتاء. هلا يعني مش موجوده. ايش الترند تبع الايلاينر للصيف؟ الكات اي. بس هيك خط مش كتير. خط هو خط مش طويل ورفيع ومش باين من تحت. أوكي. من فوق العين عشان بس يدي كأنه رمش طويل باخر العين. ايوه، هو بيبقى زي ما انت قلت كده، بيبقى ماشي مع الرموش فبتحسي ان هو جزء من الرموش. اوكي. بالنسبه للكحل، البنات بتبقى عايزه تحط كحل و ما يكونش باين انها هي وما يكونش باين هي حاطه. اوكي. فاحنا بنروح حاطينه من جوه العين، بص فوق من جوه العين من غير ما نحاول ننزله تحت، لان لو نزلناه تحت ممكن في بنات بتعاني بقى من هو بيسيح منها. اوكي. يبوظ بقى ويحصل لها مشاكل. انا لازم جوه العين يكون خصوصا لو هي بقى في الجامعه والحاجات الجميله. بالذات مع الشوب كمان يا سلمى، ولا حاجه بتفضل زي ما هي، الشعر بينكش والميك اب بيسحل. والله لا لا، لو انا جايبه براندز تكون كويسه ده مش هيحصل. لا ما بيحصل. يعني انا ممكن انزل بالكحل من الصبح لبالليل ما بيحصلش اي حاجه. الكحل اصلا بيصغر العين يا سلمى، مظبوط؟ لو انا عيني صغيره ما اروحش حاطه كحل بس من تحت ومش عامله اي رسمه من فوق، ده بيعمل حاجه اسمها اسقاط للعين. اوكي. العين تروح من تحت تبقى عامله كده ومن فوق فاضيه. بلاش الموضوع ده، فلازم جوه وبره. طب بما ان كنا عم نحكي قبل انه مثلا موضه الكات اي كانت السنه الماضيه بطريقه، الكات اي ما بتروحش موضتها. ما هي بس ايش خلينا نحكي اللي بيميز هاي السنه؟ اللون بقى. الكات اي دي اساسيه، الايلاينر ده شيء اساسي. اللي بيختلف في الميك اب دايما الالوان. أوكي. ما بين الشتاء وما بين الصيف. اول ما بدخل الصيف ببتدي ببقى عايزه الالوان اللي هي زي ما اتكلمنا عنها، بينكي شويه، البيتش طالع موضه جدا جدا أكتر. جدا فريحي كده، غير الشتاء سموكز اكتر، روج نبيتي اكتر. فاحنا بعدنا خالص بعد الدنيا دي، والترند دلوقتي النوت كولرز وتكون سيمبل، لكن الايلاينر مكمل معانا في اي سيزون. طيب على ايش الشيء اللي كمل معانا من الصيف الماضي ولساته موجود بالصيف هذا؟ الترند لساته مكمل من الصيف الماضي للسنه دي. هو اكتر حاجه مكمله في الترند نفسه الروج بالذات، هو اللي قدر يعني يثبت او ياخد مكانه. اللي هو لون السيمون ده عايزه اقول لك مش الناس. انا عايزه اقول لك حاجه، ايش يعني سيمون؟ سيمون يعني بص يعني هو درجه يعني شبه شويه الموضه اللي حطاها. اللي هي بني على بيج على حته على سيمون. هو لون. بتقولي لي سيمون ثاني يا سيمون؟ سيمون يعني حاسه انا فاهمه يا سيمون. سيمون ده درجه هتوريني بعد ما خلصت. ما هي شبه دي، شبه اللي انا حطاها، الالوان دي. اوكي اوكي. ثابته معانا من الشتاء. اوكي. وكانت كمان مسيطره في الشتاء جدا، يعني كان اختفى الشتاء اللي فات شويه النبيتي والاحمر والحاجات دي شويه. الغوامق دايما بالشتاء. لا هو غطى ومكمل ومش راضي يمشي اللون. أوكي. ده كل الناس جايه تطلبه، فتحسي الناس كلها حاطه نفس الروج. طب سؤال، ايش كمان رح نعمل؟ والكشمير راحت موته خالص. الكشمير ده بقى مش مطلوب خالص، يعني اللي بقى يحط كشمير ده بقى بيحس انه زهقان، لان هو كان لون ترند جدا والناس كلها حطته كميه رهيبه. لبسه ما حطتوه زهقوه ولبسوا الدريسز كشمير وحطوا الميك اب كشمير، فخلاص اللون بقى اكتفينا كشمير، الناس زهقانه منه قوي. ف
فخلاص. ده غير بقى النود كولرز اللي هي السيمون والبيجات والحاجات دي، بيدخل معاها الكحل الازرق بيبقى تحفه، بيدخل معاها الكحل الاسود بيبقى تحفه، الاخضر، اي لون بيبقى ماتشنج معاها بيظبط معاها على السريع. طب وايش هلا بدنا نعمل على منا كمان؟ ايش فرجينا؟ ايش عايزين بقى البنات؟ عايزه تبقى عايزه تعرف ازاي اعمل سبوت على العين من قدام للهايلايتر. الموضوع ده بالهايلايتر. اوكي ناخد الهايلايتر وبعدين رح تفرجينا كيف رح تحط المسكارا من تحت. مظبوط. البنات يعني انا عاوزه استغل كل حاجه، بتعرفي السيجمنت مشيت بسرعه، فعاوزه اشوف الفاينل لوك تبعت منا. مش هناخد كميه كده اروح مثلا باصه لفوق وعامله واخداها من الجنب من عند المناخير كده. اوكي. وطبعا لو نوع الهايلايتر حلو هيبقى الفينيشنج بتاعه سيمبل، يعني ناعم قوي ما فيهوش زيادات، وفي نفس الوقت هيديني الاضاءه اللي انا عايزاها. طب بدي اسالك كمان، هلا احنا حكينا كثير عن موضوع الميك اب وانه بالصيف وسيمبل وناعم وكذا، بالنسبه للعرايس هل نفس الشيء؟ ده سيم، معظم البنات دلوقتي ورموش كمان. في العرايس بحبوا يحطوا رموش كبيره، وانت قبل شوي كنتي تقولي. هقول لك الفرق في ميك اب العرايس، ان اللانسز بتبقى شويه، لو هتركب لانسز بتبقى شويه يعني واضحه، الرموش بتبقى كثيفه اكتر، بتبقى درجه غمقانها اكتر اسود. أوكي. بتبقى عايزه لوك العين يبقى ظاهر. أوكي. بس هنقول ان ستيل نفس الالوان هي اللي مسيطره، بس بتبقى على اقوى شويه. يعني طبعا انا كبرايد لازم ميك اب بتاعي اولا يبقى ثابت، يبقى واضح، يبقى هاي ديفينيشن جدا. أوكي. يبقى مميز. طبعا موضه جدا الجلاتر. الجلاتر فوق العين ترندي جدا السنه دي. وخصوصا الفضي والجولد. اوكي هي موضه السنه. طيب هلا حطينا الهايلايتر جوا العين. ايش بدي بقى نرسم العين من تحت للبنات عشان ما تقعديش تحصل لك مشاكل بقى وانت بترسمي العين. بلاش كحل ولا ايلاينر تحت العين. لو انت لسه مبتدئه اي شادو، بناخد فرشه صغيره وبناخد الاي شادو كده وبنروح واخدينه من تحت العين كده، عمره ما هيبوظ منها. اوكي يعني هتبقى في النهايه شكلها حلو ولطيف برضه. اوكي وبيعطي وسع للعين بنفس الوقت. طبعا بيوسع جدا جدا. أوكي. يعني وسهل. انا بقول حاجات كثير صراحه. طب خلينا نفرجي اخر خطوه عشان احنا لازم نخلص الماسكرا. بليز عشان نفرجيهم كيف يحطوا تحت على الرموش من تحت الماسكارا بدون ما يخبصوا العين. بنمسكها بنعملها من تحت من فوق لتحت الاول، ونحاول ما نجيبش على بشرتنا منها، وبعدين نبص لفوق ونقوم واخدينها بشكل كيرفي من تحت كده، فعشان تاخد تعمل اكسترا فوليوم. الموضوع ده بنات بسأل فيه كتير قوي. يعني انا لاحظت انهم مخففين الرموش من فوق ومزودين الرموش من تحت في الماسكارا. طبعا بتغير شكل العين جدا. يعني طلع صراحه تسلم ايدك يا سلمى، طالعه هيك منا جميله جدا على الكاميرا. عن جد ثانك يو لك زي القمر. عن جد خبيره التجميل سلمى مجدي، عن جد شكرا كثير لك. منا كمان يعطيكي الف عافيه، يعني كثير استفدنا صراحه من وعيتينا اكثر شو الترند تبع الميك اب لصيف 2022. كثير كنا مبسوطين بوجودك، وبنفس الوقت انتم كمان مشاهدينا بنتمنى انكم استفدتوا من المعلومات اللي حكت لنا اياها سلمى، وشوي شوي على الميك اب والصيف هاي السنه. اكيد فقراتنا مكمله معاكم في هو وهن، ما تروحوا بعيد. ورجعنا تاني احلى ناس في العالم في برنامج هو وهن، ومعايا احلى بجد بني ادمين على السوشيال ميديا في العالم. وحشتوني، عاملين ايه؟ يعني انا اعرفهم في الحقيقه، بس حقيقي مبسوط جدا ان هو معايا النهارده في المطبخ، وهنطبخ مع بعض اكل حلو جدا. معايا الجميله رولين القاسم. حبيبي يا عمرو، ربنا يخليك. اخبار الفيلل بتاعه الساحل والملايين والمليارات؟ قاعد عد فلوس طول النهار. معايا كمان الشرسه من الزهيري. عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا عمرو؟ زنقتي يحيى، انت زنقه الحلقه اللي فاتت وحشه قوي. يا عيني ساب عليا، فاهم؟ بيعيط بدل الدموع دم دلوقتي. طبعا بنوجه ليحيى سعاده تحيه كبيره جدا، منورين المطبخ. هنطبخ النهارده حاجات حلوه قوي.
اللي انت مش تطبخي معانا؟ ربنا معاكوا بقى. هتقومي كده تدينا هاندي اديكوا واحده كده. بالظبط واحده لفه كده. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل باستا نيكاشاتا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مقلوبه باستا. يعني ايه برضو الكلام ده؟ هنشوف طبعا بالتفاصيل هنعمل فيها ايه، وكمان هنعمل السلطه بتاعه الجبنه والتفاح والجزر والبنجر والكروكون كمان. هقول لكم كل المقادير دلوقتي. تعالوا نقول الاول مقادير الباستا النيكاشاتا او مقلوبه الباستا. هي زيت زيتون، بصل، ثوم، ريحان، جزر مفروم وكرفس، وكمان كيلو لحمه مفرومه او لحمه مفرومه عموما، مرقه لحمه، صلصه، طماطم متقشره ومتقطعه مكعبات، بسله مجمده او مسلوقه، بتنجان مقطع شرايح، مكرونه، جبنه موتزاريلا، جبنه بارميجان ودي اختياري، شطه، ملح وفلفل وسكر وروزماري. دي مكونات الباستا. نبتدي اول حاجه. انتي مبسوطه جدا، مبسوطه جدا بالموضوع ده. انت بتحبي المطبخ يا رولين صح؟ اه. بتطبخي ايه بقى بما انك عندك ثقافات كتير في البيت؟ يعني انت في الجينات بتاعتك في مصريه، اردنيه، فلسطينيه، مش كده؟ ايوه. ايه المطبخ اللي بتحبيه في دول؟ بحب كله، بس بصراحه المطبخ الشامي حلو جدا طبعا. اه طبعا. بموت فيه. مختلف خالص يعني جدا حقيقه. وهو اصعب من المطبخ صح. المصري في تفاصيل كتير. في تفاصيل كتير وشهي يعني. دي حقيقه. اه. طب منى انت لسه راجعه من ايطاليا، مش تطبخي لنا حاجه من ايطاليا كده؟ لا، ما انا لما رحت هناك عرفت ان انا ما بطبخش بقى. عرفت ان انا ما اكلتش اصلا. عرفت ان انا ما اكلتش. اه يعني فاهم، كل يوم كنت فاهم كل باستا فيك يا اكلت. كل باستا في انواع كتير هناك. كتير جدا. كتير كتير قوي. كتير قوي وكل حاجه، وعمرك ما في حاجه هتجربيها تبقى وحشه. وانت بقى تروحي تطلبي ايه؟ يعني تقولي له واحد مكرونه سباجيتي مثلا؟ لا بصي هقول لك على حاجه، يعني انا كنت بعمل له كده. انا عايزة من ده. بصي على الصوره بالمشاوره كده. هم عندهم ديفرنت كايندز اوف طبعا باستا. عندهم يعني مليون نوع باستا، مش واحد بس. يعني كمان لكل شكل باستا صوص بتاعها، ليه صوصات وليه جبنه بتحط عليها وليه قصه وحوار. ليله كبيره. وكل مقاطعه في ايطاليا ليها اساسا مشهوره بشكل باستا ونوع جبنه ونوع لحمه ونوع واين ونوع كل حاجه. استغربتها قوي ان هناك في ثقافه ان المكرونه ممكن تتاكل ساقعه عادي. في حاجات يعني كده. اه يعني انا اكلت مكرونه مش متسخنه وكانت طعمها حلو قوي. عشان طعمها حلو. اه بس حكايه ان هي ساقعه عشان الايطاليين اللي عاملينها برضه. اه طعمها حلو. العيل في ايطاليا قد كده وبيتكلم. ايطاليا قد كده وبيتكلم لبلب. هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا نزلنا في زيت زيتون شويه لحمه عصجناها شويه وحطينا عليها روزماري، هنحط عليها بقى بصل وكرفس وجزر. ده الجزر وادي الكرفس. ده بقى اسمه ايه يا رولين ويا منى؟ ده اسمه سوفريتو. سوفريتو؟ اه ده البيز بتاع اليخانات والشربات الايطالي. أوكي. فاسمه ايه؟ سوفريتو. يا وعدي. كلمينا عن الفلوس. خلينا عن الرش اللي انت رشاه على السوشيال ميديا لحد ما عمرو حلمي يقف يطبخ لك. يعني لا انت اشتغلي لحد ما يبقى عندك الملايين بتاعت رولين. والله يعني مش عارفه الناس استكترت ليه. مش عارف مع انه عادي يعني. مع انه حتى انت خارجي يعني باين ان انت مليونيره يعني. بس شعر اصفر. ايوه شعر اصفر. ايوه بلوندايه. معروفه شعر اصفر. عين زرقاء غنيه ولا حاجه. اه يعني خليفه شيرين. اه شيرين رضا. الله انت قمر. بتقول لك شيرين مين؟ شيرين مين؟ قلت شيرين مين؟ شيرين نعرفها غنيه ولا ايه؟ ما اعرف حد غني غيري. شيرين فين؟ شيرين مين؟ سوفريتو. السوفريتو ايوه. السوفريتو السوفريتو ده ايه بقى؟ ده بقى اللي هو البصل والكرفس والجزر والماده. بالظبط. بس مش اللحمه، من غير اللحمه، لانه بيتحط في الشوربه، بيتحط في اليخانات، بيتحط في كل حاجه. يعني هو اساسي في كل الحاجات. هو اسمه الميروفوا بالفرنساوي. ميروفوا. يعني لا ليه اللغات فظيعه. لا عيب. صرف لا عيب. ما صرف ماجستيرات في ايطاليا وقصص. راجل شقيان يعني. قاعد على النت. يعني مستضيف واحده مليونيره وواحده يعني انفلونسر قد الدنيا. انا على كحيتي. ما عادش جاي هنا التاكسي ما رضوش يدخلوني المدينه.
حد يدفع لها الاجره تقوله. انا حطيت هنا شويه ملح وكمان شويه سكر عشان مزازه الطماطم وشويه شطه صغننين دي بقى من عندي. ايطالي ما بيحطوش شطه ابدا بس انا عشان ايه معايا لا ما هو الكوزين بتاعه مش حاضر لا ما فيش خالص يعني هم عندهم الباستا اللي اسمها باستا الارابياتا اللي هي بنقول عليها ارابياتا هنا هي طبعا مش معناها ان هي عربيه هي ارابياتا بالايطالي يعني انجري يعني غضبان. يا ساتر هنا ارابياتا يعني عربي. لا لا يعني تروحي غضبانه المطعم هات يا ابني واحده ارابياتا من اللي عندك. بقول لك انا النهارده الارابياتا لا بس انتوا مولعين السوشيال ميديا الايام دي. احكوا لي كده الكومنتات اللي بتجي لكم عامله ازاي؟ يعني انت في ناس بجد مصدقه ان انت معاك كل الفلوس دي؟ ايوه خلاص انا نفسي حد يرجع يحبني الشخص مش فلوسي يعني نفسي يا جماعه تحبوني الشخص زي زمان. طب وما جالكيش مثلا ناس طمعانين في الفلوس دي عايزين مثلا؟ جالي عرسان يا معلم. بجد؟ بتهزري؟ طب وجوزك عمل ايه في الموقف؟ انا مش عارفه والله مش عارفه موقفه ايه بس يعني لا ناس طبعا عايزه تشاركني وناس عايزه عندها افكار مشاريع ما تهزريش عشان انت بقى فانا عايز افتح قناه فضائيه وبتاع ما تهزريش الله يا جماعه الله فعلا مش بس يعني استمتعي بمومنت الغنيه دي بصيت ولا الغنى وعارفه كمان في حاجه اسمها طاقه الجذب. ايوه هي على فكره انا بؤمن بالموضوع ده جدا. يعني دي طاقه جذب الناس كلها فاكراك غنيه فممكن فعلا تختني غنيه في يوم. بيقول لك المحفظه الحمراء بتجيب فلوس. عملت كده قعدت بشحت بقالي 30 ثلاثه محفظه حمراء والنبي يا ابني بص ايه ده؟ ايوه فعلا الطاقه صح كده فعلا دي حقيقه. فانا عملت ايه؟ حطيت شويه مرقه وكمان الطماطم اللي متقشره متقطعه مكعبات لان في ايطاليا ما بيحطوش طماطم ببذرها ولا بقشرها عشان هم ناس شياكه. ما بيحطوش صلصه طبعا. برطمانات صلصه لا ساعات على حاجات معينه بس الطماطم اللي عندهم الفراش. دايما مش الفراش بتبقى دايما الكنزات لان الكنزات بيعبوها في السيزون بتاعهم فبتبقى دايما حمراء وكويسه مش محتاجه صلصه. اوكي بس فاحنا كده تقريبا انت بتبلع ريقك. احنا جوعنا بتبلع ريقك عشان الريحه هنا تجنن. ريحه الراجو ده بنسميه راجو في ايطاليا الصوص اللحمه مع الطماطم. يا ده تيرمز كتير قوي احنا محتاجين نزيد. طباخ حضرتك فظيع فظيع لا ليه مستقبل اعتقد ان هو والله. يا منى قولي لي عملتي ايه في الحلقه؟ يعني الولد يعني تعب معاكي. والله ليه بجد؟ ليه عملتي فيه كده؟ مش عارفه. انت كنتيش عارفه ده منين؟ ما كنتش عارف خالص. خالص ولا شفته ولا اي حاجه. هم بس بيقولوا لك ولد وبنت وبس كده بينادوا عليك في الحلقه ولد وبنت بس انا اصلا بطبعي يعني رقيقه. لا ما انا كنت فاكرك هتكدبي. لا لا اندفاعيه يعني انا بطبعي مندفعه جدا وهو بصراحه قوى روح الاندفاع عني. استفزني استفزني قوي يعني فاهمه اصل هو ايه يعني انا اصلي احب البيت النوم ماشي نشيطه ما شاء الله لا نروح يعني بالظبط فاهمه انا عمري طول عمري شايفه فاهمه بابا وماما يوم ما بينزلوا بيروحوا ياكلوا بره ويرجعوا ما فيش بقى فاهمه تعال ياخدك ونروح نرقص ونروح نرقص نرقص احنا بتوع النكد انا عايزه الفيزا انزل المول بالظبط فلقيته بقى بيقول لي رقص وصرف وبتاع دختي لا تعالي لي بقى باشا مين هيتفرج معايا على نتفليكس بالظبط قلت له انت يعني انا شايفه انت عايز نزول لا بس ده بجد يعني البنات عايزه كده دلوقتي انا اعتقد البنات عايزه ترتبط بالشريك حياه يكون بيحب الحياه ويخرجني والبنات بتشتكي ان هي انا بصراحه اقول لك على حاجه انا بيجي لي اسئله كتير قوي انا اصلا بدايه محتواي كان عن طريق الاسئله هو انا مشكلتي دايما ان البنات بتجي لي انا بحس ان الناس اللي معاها ده بجد بقى بحس ان الناس اللي معاها هي مش بيتعامل معاها از فيمينين اصلا يعني هي مثلا تيجي لي تقول لي انا كنت مثلا احنا كنا بنحب بعض قوي ماشي واول ما ارتبطنا بقى مش عاجبه لبسي طب خدتها ليه يا اخويا من الاول بالظبط ما انت مش عاجبك لبسها ما انت لا انت حاسه ان هي تقوم تضربني انا دلوقتي انا خفت شويه الله يكون في عونك يا يحيى هو بيحبها بس عايز يغيرها وانت تغيرها ليه ما تغير نفسك انت خليك جدع اظبط يا ابني ايه هو تقول له اظبط يا ابني ايه هو اللي عايز مش عارف ايه تقول لك مثلا انت كان لطيف جدا 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 ايام الخطوبه ما تعرفش نجيب محفوظ قال لك ايه الخطوبه دي فتره الكذب الجميل ماشي انا هي دي الجمله الوحيده اللي قريتها لنجيب محفوظ بس وخلاص ما انا خدت بالي كنت لسه اسالك بقول لك بدلي معايا على كده او قفلت معاه على كده تمام فتقول لك ايه ده احنا كنا مبسوطين قوي فتره الخطوبه وبعد كده ما بقاش يفسحني ما يفسح ليه ما خلاص ما اتجوز خلاص بقى ملابس ما انت بص طلعت لك بالاسكندراني دلوقتي ملابس انت لبست يا معلم لا انت جيتي انت ست كسلاء يعني انت عايزه تتخطبي وتتجوزي تفضلي قاعده في البيت على الكنبه لا امال بس ما يجبرنيش
يجبرك يفسحك؟ لا ما بحبش حد يجبرني على حاجه. يعني مثلا ايه، انا عايز انزل هنزل، مش عايزه سيبني انام يا اخي. انت متجوزش تعذبني كتير؟ بص يا ابني انا بقول لك كلمتين اهو. يا رب يا ولد. بص يا باشا اهرب اجري يا مجدي. اه والله يجي لي شخص عايز يستقبل يقول لي مثلا ايه، تعرفي تطبخي؟ اقول له اه بس هنكر. الله، انتوا بتاخدوا الرجاله تعذبوها. لا بص، اصل انا ضد الحاجات دي خالص في المحتوى بتاعي دلوقتي. طبعا ما ينفعش يا جماعه. لا اه بس هنكر، ما هو هيتعود. الله، ما تدخلش عليا. هعمل لك ازاي؟ ليه يقول لك ايه؟ حضرتك حاجة الراجل شقيان طول النهار ما يشقى. طب حاجة مش يرجع البيت يلاقي لقمه سخنه فريش ياكل. شاطر، برافو. نزل الطبق البرنس بس، هدي نفسك برنس. لا يا باشا ما ينفعش الكلام ده. والله انا مع ان انا اطبخ له، بس لو هو بقى ايه؟ خلاص يعني حضرتك انت لازم تطبخي. بعدين انت خلاص يعني، خلاص ايه، هيروح عند ماما وهتزعلي. في هنا اهو ايه، لا انا جبهتين. انا عاجبني قوي الكلام ده. انا مش عاجبني الكلام ده، لان بعد كده هو اللي هيزعل. صدقيني يا رولين، هو اللي هيزعل. تتعلمي يا حبيبتي، كلنا ابتدينا. انا اللي هزعل، انا بصي بطبخ بطراطيف صوابعي، خفت شويه. لا لا كلنا ابتدينا ما بنعرفش. ما هو بصي، هو بصي شاطر ازاي. انت عايزه واحد، شوفي هو شاطر طباخ صح؟ يعني انت عايزه واحد. الحمد لله لحقتني، يعني لحقتني هدتني. طب ولو ما فيش؟ الله لا حضرتك ما تضحكيش على عقله بكلمتين. وبصي انت عايزه تقعدي على السوشيال ميديا، بص التفانين، تردي على الاسئله. لا لا، ويبقى يا ريت الباشا جوه بيعملي سنيت المساء. هربي له عيال، هربي له عيال. هتربيهم ليه؟ هربي له عيال. بص 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 ازاي هربي له عيال. هربي له عيال. لا انا حاسه ان في صراع اجيال دلوقتي. مش في ملكه في بيته؟ طب بصي يا ملكه بقى، انا بعمل ايه؟ ملكه اهدي، عشان حاسه ان انت ايه، محتاجه ايه، حبايه او كده. احنا بنعمل ايه هنا؟ انا رصيت المقلوبه زي ما انتم شايفين كده، حطيت كل البتنجان على القالب ورشيته زيت قبليها. وقبل كل ده انا عملت هنا اهو، حطيت البسله وشويه دلوقتي بارميجانو وشويه. كام الكيلو يا اخويا دي بقت كتير قوي؟ بس انت يعني انت الوحيده اللي مش المفروض تسالي السؤال ده. انت اخر واحده تسالي السؤال ده. ده عشان بتنزلي البسطاء صح؟ وحياه ربنا من ساعتها حاسه باحساس الغنيه جدا جدا، اللي هو بقت يفرق عند اي حد يقول اي مبلغ قدامي. خلاص خلاص، دي كلها شكليات اصلا اغنى من كل ده. طب خلينا اسالك سؤال علمي بجد بجد، لو ما عندناش فلوس نجيب البارميجانو الرومي بتغني على الرومي؟ هي مش نفس الطعم الجبنه الرومي؟ نفس الايفكت اتليست يعني. بصي هي الجبنه الرومي هي جايه من فصيله الجبنه البيكورينو رومانو. أوكي. هي دي اصلا الجبنه الاصليه الايطاليه، واحنا واخدين منها الجبنه الرومي. أوكي. فهي دي شبه البيكورينو بس مش شبه البارميجانو. اوكي، بس يعني تمام. بس احنا هنعمل ايه يعني دلوقتي؟ دي بقت غاليه فعلا قوي. أكيد. فخلينا في الرومي يا شباب، يعني اخرنا اعتبروها رومي. ما احنا لازم ندور على البدائل، مش كده يا عمرو ولا صح إيه؟ طبعا طبعا، يعني ما نعطلش في المطبخ. هو مش تعذيب اصله يعني، هو خلاص البارميجانو مش موجوده، ما فيش. هنعمل ايه يعني؟ برافو عليك، الله يخليك. انا بقى هات لي البارميجان، هي دي بقى اللي هتجيبها. انا ما اعرفش انام بالليل الا لما ارقد لي حته بارميجان. انا اصلا كنت في المدرسه ماما بتعمل لي سندوتشات بارميجان الصبح. مش لانشون خالص، لا تجيب لي بقى جبنه الطماطم. لا مش قصتي، مش حواري. طب بجد ماما كانت بتعمل لك سندوتشات ايه؟ ياه فكرتني باحلى ايام. لا انا هقول لك على حاجه، انا كنت من الاطفال اللي ما بتاكلش اصلا، فكانت ماما الصبح اللي هو لو هتعمل لي ساندوتش جبنه، ساندوتش مثلا الجبنه اللي هي عارف انت يعني، تلاقي ساندوتش عامل كده ده في الكيس يا عيني. يا حبيبي متألم. انا كنت كده وفي درج وتخبيه وخبيه وترجع تقول اكل وفي الدرج فين يا بنتي الاكل، لحد ما حصلت بقى الوقيعه الكبرى. واتقفشتي ان المدرس بتاعي معدي كده شم ريحه وحشه قوي. وانا كل يوم بعمل ازاي؟ في حد ميت جوه. فاهمه. فقام جاي قال هنا في حاجه، فقلت له ده ساندوتش مات كده من كام يوم. فدخل كده فتح بص كده، قام جاي قال حد يكلم والد الطالبه منا دلوقتي. فضايح. فعملوا حاجه بقى يعني، خلى بابا جه المدرسه وخلى الدادات اللي موجودين في المدرسه طلعوا جسم الجريمه، اداهم فلوس وقال لهم وراها وهي في البريك.
اصلا عشان تاكل الساندوتش وانا باكل الساندوتش فبقيت اكل اجباري يعني. بس هقول لك على حاجه, بس انت جيل برضو طيب, ده في دلوقتي اللانش بوكس بتاع العيال بيبقى ده حاجه زي الساحل الطيب والساحل الشرير. لا الجيل الطيب بوكس بيتعمل فيه فراخ بانيه. لا انا ما حضرتش, عارف انت اللقطه دي. لا انا يوم ما كانت ماما بتعمل فراخ بانيه ده بيبقى فايد من الغدا تمام وايه وهو ده اتحط لنا بقى في حتتين كده يا دلع بقى فاضوا بقى كده اللي هو ايه. لا اقصد اقول ان الجيل دلوقتي الامهات بيعملوا جروب الماميز. الحمد لله انا ما لحقتهوش ولا وين ده يعني احسن لك والله اعتقد. لا انا بشخصيتي دي ما كنتش اقدر ابلغ عليهم. بيتكلموا بقى في حاجات هتحط يعني ممكن يبعتوا سوشي مثلا بانيهات كيكات مش عارفه. انا نفسي اتسخ تاني دلوقتي نفسي ارجع تاني دخل دلوقتي دخلوه مني والشايلد هود دلوقتي. الناس بقى الغنيه اللي زي المستوى بتاعي بقى طبعا انت بتاعي اجواء دي اجواء مراسي كده حاجات مش زينا زيكم. لا يا حبيبتي بالظبط. تعالى اقول لكم الاول مقادير السلطه لان انا بدات فيها واحنا بنتكلم كده اندمجت وقلت بقى ايه انا حاسس ان انا بطبخ مع اصحابي عادي مش فيش برنامج بقى نسينا نفسنا. طيب تعالى اقول لكم المقادير بتاعه سلطه البنجر والجزر والتفاح والبلو تشيز. هي جزر متقطع رفيع كمان بنجر نفس الكلام تفاح وجبنه بلو تشيز وعين جمل مكرمل وكزبره خضراء زيت زيتون وخل وملح وعسل. انا عملت الدريسنج على طول او الصوص بتاع السلطه عباره عن ملح وعسل وزيت زيتون وخل وبس كده مفيش اي حاجه. دريسنج سريع وخفيف جدا. هعمل ايه الموضوع كله في طريقه عرض السلطه دي بعملها بطريقه لذيذه قوي. اكيد بتكرمل عين الجمل ازاي؟ بصي انت بتسيبي طاسه على النار. انا ما رضيتش اعملها دلوقتي لانها خطر واحنا عندنا حاجات كتير تتعمل. فبتسيبي السكر على النار لحد ما يسيح لوحده. اوكي. واول ما يسيح ويبطل كريستال يبطل ما يبقاش ويبتدي يبقى كراميل بتحركيه كل ده ما بتحركهوش بتحركيه وبعدين بتنزلي عليه على طول عين الجمل تاخديه بالملقط اللي زي ده وتطلعيه على اي حاجه سيليكون على البتاع وتسيبيها تنشف بيبقى كده بيبقى كروكو ممكن تدوقيه زي الكراميل بوب كورن وبتاع. دي تحفه طبعا متعودة على الكلام ده. بفطر الصبح كده. بقول لك ايه قد ايه مثلا معلقه كوبايه سكر ولا كتير؟ كوبايه على حسب ما يغطي سطح الطاسه اللي انت بتعمليها. الطاسه بتاعتك تحط اي بقى نوع نتس انت عايز تكرملها بالظبط مش فارقه كله بيتعمل كده. حلو يا جنب. ما تحطش ليمون ما بتحطش ميه لا لبن. لا ما بحطش اي حاجه لبن هيقلب توفي ده صوص تاني مختلف. ده صوص توفي بس الكراميل اللي هو العادي بتاع الكروكوم وهو نشف هيقسى هيقسى طبعا. انا دلوقتي سلقت الباستا وهنزلها على الصوص على طول وهنزلها في القالب وندخلها الفرن وتبقى كده المقلوبه خلصت. هتطلع بالمنظر عامل ازاي؟ جيب لنا كده يا رولين بايديك الحلوه المقلوبه اللي خلصت ورا. لا ورا ورا اوكي شفت شكلها عامل ازاي؟ جميله قوي. واو ايه رايك؟ تجنن. حطها لنا بقى هنا. واو وريها للكاميرا. ايه رايك يا منى؟ تحفه حلوه قوي. عمرك شفتي باستا عامله كده؟ لا دي من جوه باستا كلها فايده يعني بتنجان كله وفي هنا كمان خضار وجبنه وكله. شايفه مش بتصفي المكرونه؟ لا هو المفروض ان يبقى معايا كبشه بس انا ما بصفيهاش. الميه بتاعتها مفيده في حاجه او في ناس بتتخن الصوص؟ صح كده. وما بحطش زيت بحط بس ملح لان الزيت بيعمل طبقه عازله حوالين المكرونايه وبيخلي الصوص ما يلزقش عليها. بس يعني ده اصلا في اي مكرونه ما نحطش زيت. بس بصي عايز اقول لك على معلومه عشان الناس بتخلط في الموضوع ده. المكرونه الايطالي معموله 100% من دقيق السميد او دقيق السيمولينا. فدي ازاي نحسبها نعرف ان دي دقيق سميد ولا دقيق عادي ابيض؟ بالسعر سعرها. المكرونات المصريه الغاليه دي دقيق سيمولينا اللي هي الايطالي الاصلي اللي ما بتحطيش عليها زيت. أوكي. بس المكرونات اللي سعرها شويه قليل دي المكرونه معموله من دقيق فمحتاجين نقطه زيت. اوكي فعلى حسب انت هتفهمي بقى اني تحطي عليها يعني. انا بالنسبه لي تمام يعني انت جيبي الايطاليه ما تجيبيش اصلا المصريه. انت هاتي من بره شحنه بقى بالظبط. ايه رايك بالنسبه لكم يعني ايه رايك تحطي لنا انت الصوص هنا اهو تفرشي لنا المكرونه وتحطيها بس كده. وانا هعمل هنا هو السلطه. انا عملت الدريسنج خلاص هخلط بقى كل الحاجات دي ببعض. هخلط التفاح. بصي كلهم متقطعين زي بعض كده يا منى ويا رولين عشان السلطه يبقى شكلها لذيذ في الاخر. البنجر مسلوق طبعا. البنجر مسلوق متقطع رفيع. انا في كلمه هقولها بس انا مش عايزه اقولها. قولي يا حبيبتي. بس هضطر اقولها عشان هي كلمه مستفزه. دايما في برامج الطبيخ تلاقيها تقول لك ايه
هو النكوش على الريق مستفزه جدا اللي هو ماشي يا ستي يعني انا حسيت بوكي حلو لا ريحه حلوه بس يعني انا استفدت ايه كمتلقي ما انا مش عارفه اشم اللي هو يا ما اقول لكوش جدع يا ستي هنسقف لك ولا نعمل ايه وسام هنا الاستاذه اقول لكوش بقى يا اختي ما احنا عارفين ان الريحه حلوه الحمد لله ان هي قالت يعني ايناس ما جابتش سيره الرجاله لا اشتغلي والله دايما انا لحد ما عمرو حلو اقول لك على حاجه انا فعلا بشوف دايما ما اعرفش ليه ده مش تحيز بس انا بشوف دايما ان طبخ الرجاله احسن والحاجات الفاشن يا بنت مش هتتجوزي يا بنت اهدي شويه مش هينفع كده والله لا ده كلام فارغ في ناس موهوبه الطبخ ده يا تحبيه ما تحبيهوش المطبخ ده في ناس تتجوز بال 25 30 سنه بتقولك ما حبيتش المطبخ ما بحبهوش في ناس بتحبه في ناس عندها بتطلع فيه باشن بتطلع فيه طاقه فعلا في المطبخ انا بحب المطبخ يعني انا اتعلمت برضو عايزه اقول لك انا اتجوزت ما كنتش بعرف اسلق كيس مكرونه فتعلمت خلاص انت لو بتتعلمي بقى يا بتحبيه يا ما بتحبيهوش يعني it depends وبعدين بقى تبدعي فيه وتحطي تاتشاتك و... طب انا عايزه اسال برضو سؤال برضو يعني موضوع النفس ده حقيقي طبعا لان النفس ده انا بعتبره طاقه الصراحه مش بعتبره ان هو مجرد يعني اللي هو علامه ممكن يوم مثلا مودك يبقى وحش فتعمل الاكل ما يطلعش حلو مع انك انت عامل لا ممكن كمان مودي يبقى وحش ويطلع حلو بس بالزبط. على حسب ما انا يعني ازاي انا استثمرت طاقتي في ان انا اطلع مثلا غلي او شحنه الحزن دي ممكن يطلع حلو عشان بالظبط هو انت اوكي اول حاجه في طاقه الحب يعني بالظبط يعني عاده ما تطبخش وانت زعلان يعني كده ولا ايه ساعات بطبخ وانا زعلان عشان مش بس بطلع انا بعالج نفسي لان الطبخ بالنسبه لي ثيرابي بالظبط الطبخ بالنسبه لي علاج لان هو ده الفرق برضو ده مش شغلانه عشان انت واخدها كشغلانه لا انا بحبه ما هو لو شغلانه ما كنتش هاخد دبلومه في انجلترا وماجستير في ايطاليا ولفيت اللفه دي كنت طبخت شويه وخلصنا وكلت عيش وتيجي تطبخ لي مرجع مراسي يا فندم انا اجيب بلاش حبيبي والله ان انا عند رولي عمرو ده جميل وانا طبعا صديقي من زمان متابعة دايما شغله وسفره وبرامجه كده اصدقاء يعني مشتركين بحبهم جدا ما شاء الله عليك صراحه يعني ومشرفنا يعني كمصري مشرفنا بصراحه بشغله في كل حته تتابعيه كده وتشوفي تحس ان هو بيعمل حاجه مختلفه بصراحه شفتي صورته على الانستغرام عامله ازاي ده برنس ده شاي ده برنس شاي يعني تشوفيه كده تقولي ايه الله الاكل جه ايوه شاي ده بنجر وتفاح اخضر ده بصي بقى انا عملت ايه انا ما حكيتلكوش ايه اللي بيحصل هنا اهو احنا عمالين نرغي لا لا ده انا مبسوط جدا انا مبسوط جدا بالكلام معاكم ده عباره عن ايه ده البنجر والتفاح و فكره مش شايفه مش شايفه استني اهو انا لسه بعد ما انتهيت بتقول لك عايزه ثانيه اكملها ف انا حطيت بطبخ لها طبخ قد الدنيا انكل 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 مش عارفه انت بتضايق مش عارفه مش طايقاني مش عارفه لا ده انا بموت فيكي بس عايزه اعلمك بس رسيكي على الحوار بس عشان تعمروا البيوت بس يلا بصي بقى هنعمل ايه هجيب البلو تشيز هحطها هنا اهو او ممكن اي نوع جبنه جبنه ماعز برضو الديسبلاي بيفرق صح انا بس مش ما عنديش جوانتي فكنت عايزه امسكها بايدي احسن تعمل بيها ايه بقى عشان ارصها يعني احسن من كده كنت عايزه افرك سنه صغنونه يعني احسن تمسكوها بايديكم بس عشان بتاكل أنا. قبل البطن زي ما بيقولوا مش في مثل كده شوفي الديسبلاي بتاعه يحسسك ان حاجه شكلها مش حلو مش سبحان الله اهي تاتش بقى الفني بتاعه تمام وبعدين نزل نقطه قطعه كده دريسنج قطعه دريسنج دريسنج اهو بس كده يلا بينا هنروح هناكل ولا ايه هودي لكم دي عندكم وبعدين هدخل دي الفرن وهناكل طبعا وعايزين نصور مع بعض سيلفي قبل ما نمشي شكلها شهي قوي هدخل المكرونه الفرن تقريبا لمده نص ساعه وهتطلع نقلبها بالمنظر ده وهتبقى خلصت بقى عندنا النهارده نيكا الشاتا وعندنا السلطه بتاعه البنجر والتفاح مش هنعمل حاجه حلوه طيب ديزرت كده الحلو كله يعني في حلو معايا منا ورولين يعني تعالي نقول لهم بقى احنا عملنا ايه النهارده وبعدين زي ما قلت لكم ناخد مع بعض سيلفي النهارده كان معايا اجمل الجميلات بجد كان معايا منى الزهيري وكان معايا كمان رولين القاسم اللي اتجنن المليونيره عشان بزود زياده عشان ترش عليا كده بعد الحلقه ترش عليك تديك رشه كده بعد الحلقه شيك اهو وانا هقابل بعد كده منى بادي جارد ايوه ما تاخدش عني كده يا منى ما انت دخلتيها داخله برده مرعبه من اول الحلقه
احنا عملنا ايه النهارده؟ عملنا باستا النيكاشاتا او الباستا مقلوبه الباستا، اختراع خطير وجديد جدا، جربوه سهل كمان مفيد، مليان خضار ومليان حاجات كتير وما فيهوش اي تعب. اي قالب كيك عندكم مش لازم الشكل ده هيقوم بالواجب. كمان عملنا سلطه سريعه جدا وشكلها مبهج وصيفيه وخفيفه جدا. يلا بينا ناخد سيلفي دلوقتي حالا عشان نطلع على السوشيال ميديا اقول لهم ان انا معايا. استني تعالى نقول لهم النهارده يا جماعه معايا ليفنج ترندز او ترندين عايشين على الحقيقه. رولين القاسم منى الزهيري. يلا شوف الحلقه دي من برنامج هو وهن فين؟ في قناه المحور. ايوه في قناه المحور. في قناه المحور. يلا بقى نشوفكم في حلقه جديده فهو وهن على قناه المحور. باي باي. ثانك يو. ميرسي يا عم. ميرسي يا حبيبي.